عندنا امتحان بسيط. الامتحان ده الغرض منه اي نوع من مش بإحباط بقى، هو عبارة عن شكل من أشكال التقييم نتشع منها السؤال دي بالذات. السؤال دي بالذات امتحان دول خمس درجات، خمس درجات دول على التعداد هتدي خمس درجات لكل واحد، لكل واحد. بس هل يستوي الذين يعملون يعني والذين لا يعملون؟ يعني هل في واحد فاضل وطالب ذاكر وتعب الكلام من ده ساوي نفس الدرجه اللي بياخدها اي فاضل ما ذاكرش؟ فهو عباره عن وسيله للتقييم، علشان نقول اللي مذاكر شكرا، وعشان نقول اللي ما ذاكرش جدع شويه، الخمس درجات دول ما هماش حاجه بالنسبه للدرجات الكبيره اللي جايه، فحاول انك تعدل طريقه مذاكرتك، حاول انت تشوف انت بتذاكر ازاي تعدل فيه. طيب مع بعض كده بس لو سمحتوا في بعض حاجات نتفق مع بعض عليها. ده امتحان عليه خمس درجات ان شاء الله النص الثاني من الترم هتاخد امتحان ثاني هيبقى عليه خمس درجات باذن الله. الاثنين هيجيبهم مع بعض بقدر الامكان، الاثنين مع بعض بيمثلوا 10 درجات. خلاص؟ طيب الامتحان زي ما انتم شايفين مفيش فيه صعوبه ولا حاجه، ولكن بيعتمد على مدى تركيزك في المذاكره. فاحنا عندنا اول سؤال بيبقى مكتوب عباره عن ايه؟ fill in the space in the following sentence، يعني املا الفراغات في الجمل التاليه. السؤال الاول، السؤال الاول عندنا موجود animal starts known as، known as ايه؟ ها؟ glycogen، تمام. which is stored in liver. دايما في الامتحانات لما ان شاء الله تكبر كده وممكن تستعين بغيره ممكن تبقى يعني راجل مشهور كبير، دايما اول سؤال في اي امتحان يبقى سؤال بسيط او سؤال يفتح النفس او سؤال تستشعر كده بان كل الطلبه هيجاوبوا. معايا شباب؟ يبقى مش معنى كده ان السؤال لما بيكون سهل يبقى عيب الامتحان، لا، ده هو عمليه استمرار عطفك ناحيه الامتحان، انك انت بتتبسط منه، مش مهم اللي جاي بعد كده. ايوه، طيب السؤال اجابته زي ما احنا شايفين انا بستارش نون هاز لايتشن ويتش ستور ان ليف، تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده بقى جاته بقى جنبك هيموجلوبين كلاسفيت از، ممكن الاقي طالب عايز يكتبهالي كونجلوبيت البروتين، وممكن الاقي طالب ثاني كاتبهالي كرومو بروتين. واحنا قلنا كرومو بروتين معناها بروتينات ملونه زي الهيموجلوبين. خلاص شباب؟ طيب بعد كده الدايت الاسرائيلي از فورمد from cholesterol and to fatty acids. على فكره كل واحد يستطيع ان هو يعرف درجته من اجابه كل سؤال. خلاص؟ الحاجه اللي بعد كده the cell membrane contains phospholipids such as cell membrane يكون الفوسفوليبيد زي ايه؟ زي الليبيدين. فاكرين لما قلنا الاثنين اللي هو الانزيم ذا بريزنت ان ذي سناب بينهم اللي موجود في سم الافاعي والزواحف، ده بيبقى علشان يعمل تحلل للليبيدين اللي هو عباره عن فوسفوليبيد في السيل ميمبرين. بعد كده nails and hairs with hydrolyzed DNA. ها؟ أمين بس كم واحد عمل صح؟ اللي عملها صح كده ارفع يده. ممتاز. عظيم، مع إن دي أول حاجة المفروض تبقى سبريز دي ومعلومة ما تخرجش من دماغك خالص. ها؟ اللي بتدي أمينو أسيد بوندينج ده هياخد أحسن درجة اللي هي 1 على 20. اللي ما يكتبش اونلي هياخد درجه كويسه 1 على 10. بعد كده
السؤال الثاني ليه تتاكل around the number of colleagues present one؟ هنا يعني تنوع في لفظ المطلوب منك السؤال هي معناها ايه؟ معناها حط علامة صح حط علامة خطأ، لكن انا ممكن هنا احاسبك عليها بدقة. بمعنى ايه؟ ان انا عايز بس تدلع حوالي الاجابة الصحيحة فقط، بمعنى ان الاجابة الخاطئة مش عايز حواليها اي حاجة، هتبقى خاطئة. معايا شباب؟ يبقى ناخد بالنا بس احنا في الامتحان ده مش هنحاول ان احنا نحاسب على الامور الصغيرة دي، لكن تاخد بالك احيانا بيطلب من السؤال الحاجة الصح فقط. خلاص؟ يبقى انت تجاوب على قلب السؤال، ما تتبرعش انت بحاجة ايه اضافية. ليه؟ لان ده بيزود العلم في التصحيح. اما بيكون طبعا المجموعة فيها سنات قليلة فبيكون المجموعة 200 طالب مثلا، فبتجد فيه علم فيه. فاحنا عايزين الخمس سنتنس اللي موجودة عندك بدل ما تبقى فيه ثلاثة غلط مثلا واثنين صح وكلام من ده، فبتحط على الصح فقط بحيث ان انا ابص كده اعرف ان انت عملت السؤال كله صح. احنا عندنا البي واكس. نقول بي واكس اللي هو عبارة عن ايه؟ شمع العسل، الشمع اللي بيطلع من ناحية العسل. كومبوز اوف ميني فات اسيد اند الكول اذر ذان جليسرول. بتهيألي احنا قلنا في الكلام ده مواويل، وقلنا ان في عندنا الاويل والفات حاجة والواكس حاجة تانية. الاويل اللي هي الاستر اوف فات اسيد والجليسرول. خلاص؟ الواكس قلنا الاستر اوف فات اسيد ويز الكول اذر ذان جليسرول. قلنا ان الاويل بتبقى ليكويد ات روم تمبريتشر والواكس بيبقى سوليد ات روم تمبريتشر. الامينو اسيد ار كومباين توجذر باي جلوسينيك فورم تو فورم بولي بيبتايد. هنا ناخد بالنا ان ممكن السؤال ده يجي لك بثلاث اشكال. ها؟ ممكن يجي لك بثلاث اشكال. ممكن الاثنين يكونوا خطا وواحده تبقى صح. طب الاثنين الخطا دي واحده منهم الجلوسينيك فورم، ممكن اغير الجلوسينيك فورم دي بالاستر فورم يبقى خطا برضه. مش كده؟ طب لو انا غيرتها وقلت بيبتايد فورم يبقى صح. يبقى اذا نفس السؤال يمكن ان تتغير في كلمه واحده ياتي خطا وممكن الكلمه دي تتغير يجي صح. معايا يا شباب؟ انا بديلكم دلوقتي سر المهنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ما انا بحط الامتحان اكيد ان السكيلتون اوف ذيس كويشن ار يوز، بمعنى ان بنفس السؤال ممكن يستخدم لكن كلمه تتغير فيه. يبقى انا كده استفدت من السؤال ثلاث اسئله. يعني عرفت ثلاث اسئله دلوقتي. Try peptide B and it contains 3 peptide range. هذا ولا صح؟ دي ناس منقدمة. ها؟ دايما اديك بقى يعني نقطة كده. Try معناها ثلاثة قلنا. دي بتعود على الأمينو أسيد. ودايما البيبتايد بتبقى أقل بواحد من عدد الأمينو أسيد. يعني أنا ممكن أجيبك السؤال بطريقة ثانية. أقول لك مثلا البيبتايد لينج ان ابولي بيبتايد كومبوزد اوف 10 امينو اسيد. كم بيبتايد رينج موجوده في بولي بيبتايد بتتكون من 10 امينو اسيد؟ 6. يبقى ناقص واحد. تمام؟ طب بمعنى اخر اقول لك كم امينو اسيد موجود ان ابولي بيبتايد كونتين 9 بيبتايد بوند. تمام؟ العكس بقى اللي هو الثاني. معايا شباب؟